وام زيرا ولدي صراحة الله بعد انا بعد القضية عندي موت هذا السبب يا الله واسلا العدم والله الا واسلا العدم شي يعطيني جوج درهم شي يعطيني 100 ريال ملتا كان يجمع ديك 600 ولا 400 باش كان عاد كان دخول الدار مع المغرب كان دخول الدار نيشان يبقى المغرب ربع ساعة ولا نص ساعة عاد كان جيل دخول الدار والله ولدي ما كرهت الخدمة مازال باغي نخدم انا ونخدم على وليداتي نسيب عليا نخدم على وليداتي ما نكرهش يا خو بيزاو شي نستر الحليب باش نعالجو وصافي نحيدو الصيام وصافي اخويا راه شنقول لك قضية راه عيانة صراحة الله ما كاين لا خدمة لا والو اخويا والله اخويا كنجي للمخ كنجلس للمخ حتى لتسعود لعشرة ولا لحداش عاد تنمشي في حالتي للدار ما كاين لا خدمه لا والو والله العظيم اخويا اللي رحنا عايشين هي بالستارتير وصافي كان ديباني وصافي مره خبيز هذا رمضان هذا ما خدمت فيه انا حتى نهار والله ما خدمت فيه شي نهار ولدي بالله واخا تقول غير نهار كان ديباني وصافي محسنين الى كيجيو الناس كاين اللي كيجي المخ يعطينا ديك 5 دراهم ولا 10 دراهم وبزاف ديال الناس الى عطاك داك السيد كنديباني بها في العشيه خبيزه وشي نستر الحليب باش نعالجو وصافي كنحيدو الصيام وصافي هادشي اللي كاين مرضي والدي ما كاين حتى شي حاجه لا 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 غير الا عطانا شي واحد بخينا فيه هكاك راجعين لا كنجي تما كنحط البالا ديالي كنعول نخدم وكلشي عندي حويجات الخدمه وعندي كلشي اي 5 دراهم غير الا عاوننا شي واحد بها كنبقاو فيه كيقول لك هاك باش تشري شي خبيزه ولا شي حاجه باش تدخل ولا شي ستر الحليب الدراري وصافي ما هادشي اللي كان ولدي الخدمه ما كاين والو وانا عندي 58 عام في عمري زيد في 64 والله ولدي ما كرهت الخدمه مازال باغي نخدم انا ونخدم على وليداتي نسيب عليا نخدم على وليداتي ما نكرهش يا حيت ما كاين المال غتخليهم المن غتخليهم اخويا يموتوا بالجوع ولا يخرجوا الزنقه ما يمكنش ضروري كنحضيو وليداتنا حنا نتعذبوهم ونحضيوهم اولدي ضروري هادشي اللي كاين تيسهل الله تيحن الله عندي 3 الوليدات عندي 2 بنات وولد انا اللي كنخدم عليهم انا اللي كلشي ما كاي يخدم فيهم حتى شي واحد ما تيتحرك شي براسه ولا تقول زعما كيعاونوني ولا شي حاجه ما تيعاونوني ما حتى شي حاجه باقيين شويه 14 15 هكاك ما كيخدموا ما والو خرجوا من المدرسه تاع المدرسه حبسوهم من المدرسه قالوا لي با الكتوبه غاليين عليك وكذا وهادي قلت لهم واش تجلسوا جلسوا صافي ما عندي ما ندير لكم انا وجلسوا مساكن حبسوا من المدرسه كان فيق من الناس كان مشي للموقف كان جلس في الموقف حتى كان حيد ياسي كان عربي لا راه ما بقاش شي واحد اللي غيجي زعما الا غيدي الخدام راك عارف الخدام الا فاتو 7:30 كاع حتى 8 راه ما بقى اللي غيخرجو صافي سو يشوف كي يدير راسو وانا كنت كنمشي ندبر هكا من هنا ومن هنا ونبق من هنا شي يعطيني 2 درهم شي يعطيني 100 ريال ملتا كان يجمع ديك 600 ولا 400 باش كان عاد كان دخول الدار مع المغرب كان دخول الدار نيشان يبقى المغرب ربع ساعة ولا نص ساعة عاد كان جيل دخول الدار وضروري انت نمد يدي راه شافوني الناس راه بزاف الناس اللي كيعرفوني راه شافوني مالين التاكسيات مساكن والله العظيم واحد مول تاكسي مسكين الله يخلف عليه والله الا مقاوني باش يعطيني الفطرات فقال راه دابا يكون الا سمعني راه يعرفها قاوني باش يعطيني مسكين الفطرات وبزاف الناس اللي قالوا لي راه حنا غنجيبوا لك الفطرات لهنا اللهم انت بعدا انت مسكين بولا وليدات وما عندك والو كتقيل هنا في هذا الرومبان اللهم نعطيوك انت اللهم انت والله العظيم ولدي الا مقاولين الناس وهذاك مول التاكسي مسكين الله يخلف عليه الله يدعي ربي يسهل عليه البلا كان ضرب البلا بعدا 40 عام صحيحه وكنت دوزت في اكادير ضربت الصندوق خدمت في الخناشي شريت خنشو ضربت الخنشه ديال القنطره ولدي قسما بالله الا ضربت الخنشه ديال القنطار وهما باقي الناس هنا في سباتة اللي كنت نخدم معاهم في اللوز ديال الخنشه ديال 80 كيلو عاود وكان هبط بها من السطح من الرابعه ولا الخامسه كان هبط بها حتى السفل دوزت تماره ولدي وحنا باقيين في تماره والحمد لله اللهم لك الحمد على فضل الله
الحمد لله والشكر لله، شي قسم علينا الله شويه، ما لا شويه زعما الا كانت قوات عليا تمره بزاف كان هي كان هي كاع الى جهدي كنضرب يومين ثلاث ايام، خصني منك واحد النهار ضروري منك واحد النهار، ما غادي زعما خاص تكون كاع الخدمه قويه كاع، انا تنخدم يومين ثلاث ايام خصني ارتاح واحد النهار تا كان ارتاح شويه ورد النفس ونوض عاوتاني نتحرك نقلب على خبيز، والكرا اللي قهرني الكرا اللي قهرني الكرا والما والضو، يجيني الما والضو غالي كنخلص 5000 6000 ريال في الشهر مع الجيران، عاد 10000 ريال ديال الكرا، والله العظيم ولدي ما كذبت عليك وربي شاهد عليا، ما تنقدرش ندخل الدار دابا، ما زالوا ولادك راه يعذروك، هما الدار مول الكرا هو اللي صعيب ولدي قسما بالله، تيخليك حتى كتحط واحد البراده تاي غتبي تشرب واحد البراده تاي تاكل واحد الضغماد الخبز وجاي يدق عليك، يا رانا كيقول لك كتقول له راه ما عنديش، هو ما تيعرفش راه ما عنديش، يقول لك انا الا ما عندكش الله يرحم لك الوالدين خويا اللي ما حاليا نجيب واحد اخر اللي غيخلصني، ايوا كان صبروا كنبقوا من هنا ومن هنا ونعطيو هو ونجلسوا حنا، والله نعطيو هو ونصبروا حنا نبقاو بالجوع، ومزيرة ولدي الصراحة الله بعد انا بعد القضية عندي موت راه بزاف كاع والله، واسلة العدم والله الا واسلة العدم، وبنادم كاع ملي يوصل حتى لواحد الدرجة اللي يقول لهم الدار ارمي لك حوايجك ولا مالك حتى الخبز ياكلوا، والحريرة ما كنديروهاش كاع تخرب هذا رمضان شي يومين ولا ثلاث ايام ندير الحريرة في هذا رمضان، والله العظيم ولدي ما كنديروهاش كاع، وهذا هو اسالي الدير، الحمد لله وشكر الله، اللهم لك الحمد والله العظيم، فرحان الحمد لله انا اذا صورت غير هي 500 ولا 600 وجدتها للدار تعشاو الدراري معايا، اللهم لك الحمد والله ما كانت مع شي حاجه اخرى لقدام ولا شي حاجه، بارك الله يخلف الله يجعل البركه، كل لقيت انا باش نعيش والله ما خصني شي حاجه، ما خصني والو شي زياده ولا شي حاجه، والو غير نعيش طريف الخبز ونعيش معايا وليداتي ما يتكرفسوش والله يجعل شي بارك الله يخلف، وكاينين ولدي كاينين بزاف وما حمد تيدي ورزق الناس، واش نقول لك ما نقدرش نعاير شي واحد، وما راه بزاف كاينين الناس تيطمعوا في واحد اللي ما عندوش كاع ولا بس عليه عنده ما ياكل تيموت هو ولادو وكيطمع في واحد مسكين ما عنده تاع عشا ليله، والله العظيم كاينين اولدي كاينين، اييه حرت عليك راه كنخدمو والله القسم، يا كنا كنخدمو سيرفيس حتى الخمسة د العشية من السبعة د الصباح حتى الخمسة د العشية، وشحال تيعطيونا هاد الراحة إلا جلسنا للساعة، كل ونوض كل شوية خبيز وشوية تشرب ما ونوض ونوض تخدم، وشحال 70 درهم وما كايناش دابا في لقيناها هاديك 70 درهم. القضية حابسة بزاف د الحوايج، وانا كل حياتي دازت تكرفيس، وحدة كتنسيني وحدة والله العظيم، داك الشي دوزت انا قلت لك هي تمارا وحدة ما روح دوزت فاكادير، دوزت فاكادير 8 سنين تنضرب الصندوق عاوتاني فاكادير بقى نحيد الليمون، بزاف كاع بزاف تاودي ولدي كاع تمارا المحنة كلها ما بغات تنسى لي حتى شي حاجة، وحنا باقيين فيها حتى نموتوا والله يجعل ربي يعفو علينا ويدينا ربي في الضو وصافي يا شريك، كنتمنى انا عند الله تبارك وتعالى غير نعيش وليداتي يعيشوا معايا ما يخصهم والو، يلبسوا حتى هما بحال الناس، يلبسوا مزيان وياكلوا شويه مزيان بحال الناس، وما كرهتش السكينه، السكينه هي اللي قتلتني قدام الوالدين، هي اللي قهرتني بغيت السكينه، ولو كان غير يبيتو كوزينه قسما بالله ما كرهت يبيتو كوزينه، ما عندي والو غير كاري بيتو كوزينه نيش كاريهم ب 10000 ريال في الشهر، والله الا ب 10000 ريال في الشهر، كنقول لخوتي المحسنين اللي شاف وجهي ينظر وجهي لله تبارك وتعالى، ما يشوف لي انا ما يشوف حتى الاولاد، يشوف غير لي وجه الله تبارك وتعالى، وينقذنا في وجه الله يتعاون معنا في وجه الله تبارك وتعالى، خوتنا المغاربه راه الله يعمر لهم الدار صراحه الله راه كيبقى فيهم خوهم المسلم وكيتعاونوا معاه، والله العظيم خوتنا الله يرحم لهم الوالدين فرنسا في الخارج هنا في المغرب الله يعمر لهم الدار صراحه الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.